تمكنت شرطة سيدي بالعباس في الآونة الأخيرة من حل عدة قضايا إجرامية وحجز كميات معتبرة من الأقراص المهلوسة، بالإضافة أيضا إلى تفكيك جمعيات أشرار. القضية الأولى عالجتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية عن قضية الحيازة على مواد صيدلانية ذات خصائص مؤثرة عقليا بدون وصفة طبية لغرض الاتجار الغير الشرعي. تمكنت على إثرها من توقيف 4 أشخاص وحجز كميات معتبرة من الأقراص المهلوسة، بالإضافة إلى مبلغ مالي فاق 62,000 دينار جزائري. القضية الثانية عالجتها مصالح الأمن الحضاري الأول بأمن ولاية سيدي بلعباس عن قضية السرقات المتعددة للدراجات النارية، تفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار، حيث تمكنت المصلحة من توقيف 2. القضية الثالثة عالجتها مصالح أمن دائرة سيدي علي بن نيوب بأمن ولاية سيدي بلعباس عن قضية تهريب بضاعة أجنبية متمثلة في علب سجائر فاق عددها 2500 علبة سجائر.